بدك تبني بيت حديث بموارد قليلة ويكون كبير الحجم، بدك يكون كمان معه مسبح وفيه طابق أرضي وطابق تاني. يا أخي كل هالشغلات ببيت صغير وموارد قليلة بدك يا يكون مع بعض، حرفيا كل هالشغلات موجودة ببيت واحد وفقط عند عمك سيريانا. شوف الفيديو للأخير وادعي لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم اشخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. وبدأتكم بفيديو جديد موضوع اليوم يا شباب عن لعبة ماينكرافت وبناء منزل حديث وصغير وفيه برندا وفيه طابق ارضي وفيه طابق تاني وفيه مسبح يعني فيه كل هالشغلات مع بعض. رح فرجيكم البيت قبل ما نبلش بناء ورح علمكم طريقة بناءه في الضبط. بداية يا شباب خلونا نحط الاف واحد هيك يا معلم. شوفوا هذا هو البيت، مثل ما لكم شايفين بيت خرافي خنفشاري، يعني فيه هذا المسبح هون معلم، لاحظ معي هون فيه سموكر هذا مشان اذا حدا بده يشوي. فبعد هلا يا معلم بنروح حوالي البيت بنشوف هيك مبني كمان من الكونكريت الجراي كونكريت ومن الكوارتز. طبعا هذا الشادر، شوفوا الشادر اللي انا مركبه يا شباب بيعملنا الكوارتز بهذا الشكل. ركبت الشادر جديد وبيعطينا شكل للخشب خرافي، فحبيت الشادر هذا وبدي اشتغل عليه بصراحه. خلينا نجي ندخل البيت يا شباب. تدخل لهون غرفة قاعدة مثلا، تحط هون اللي بدك. انا حطيت هون كنبة ونبركون نتفرج على التلفزيون، وهون عنا بارل او جستات او اي شيء بدكم تحطوا. بعدها بنجي على الطابق الارضي يا شباب، ننزل الطابق الارضي مثل ما لكم شايفين، درج بسيط، تحت الدرج في بارلات وهون جستات وادوات حدادة وما حدادة و و و الشغلات يعني بيلزموكم يا شباب. فيكم تعملوا هون كمان ماكينة او آلة التطوير يعني براحتكم. ندخل هون يا شباب واللي هي غرفة النوم طبعا مثل ما لكم شايفين، تشستات بهذا الشكل، وعندنا هون ارمر ستاند وعندنا هالشغلات هاي الحلوة هون. هلا بقى يا شباب نطلع بقى بنعلمكم طريقة البناء. هون فيكم تحطوا باب، فيكم تعيفوها بلا باب، انا بالنسبة لي عفتها هيك شكلها حلو. هلا بقى يا شباب طريقة البناء، طريقة بناءه بصراحة شوية يا شباب معقدة، ولكن إذا ركزتوا معي بنبنيه بكل سهولة. المهم يا شباب بداية نبني هيك ثلاث حبات بهذا الشكل، بثلاث حبات بهذا الشكل، وهون بنعيد فراغ ثلاث بلوكات بنحط حبه، وثلاث بلوكات بنحط حبه، ثلاث بلوكات هون بنحط حبه، ثلاث بلوكات هون بنحط حبه، يعني بهذا الشكل في الضبط. طبعا انا عم ابنيهم هيك، هلا باب البيت رح يكون نفس هذا البيت تماما، يعني البيت اللي رح نبنيه يا شباب رح يكون الباب تبعه متجه لعنا بهذا الشكل، مشان مثلا في ناس بدهم يبنوه بدهم يعرفوا باب البيت وين يكون متجه، باب البيت رح يكون متجه نفس هذا البيت في الضبط يا شباب، لازم تبنوه معي بهذا الشكل. ما بعرف اذا فهمتوا علي الا لا، بس اذا بدكم باب البيت متجه لهذا الشكل مثل هذا البيت اللي انا بيني في الضبط لازم تبنوه هيك بهذا الشكل مثلي. المهم يا شباب نبدا، هون نرفع بلوكتين يا شباب، هون نرفع ثلاث بلوكات، هون نرفع ست بلوكات يا شباب، هاي خمسه وهي سته. هون كمان نفس الشكل، هون بلوكتين، هون ثلاثة، هون سبعة أو ست بلوكات يا شباب بهذا الشكل، ثلاث بلوكات يا شباب بهذا الشكل، هاي الجهة الأمامية، ثلاث بلوكات من هون، ثلاث بلوكات من هون، بنروح على الجهة الخلفية يا شباب أربع بلوكات، بأربع بلوكات يا شباب بهذا الشكل، بعدها كمان هون أربع بلوكات، وكمان هون أربع بلوكات يا شباب، بنكسر هون الأرضية بنحطها هيك وبنسكر عليها هون بهذا الشكل، وبعدها بنجيب الزجاج يا شباب وبنعبيها هاي المنطقة كلها زجاج. هلا بنجي على الجنابي يا شباب، ثلاث حبات زجاج هيك بنحطهم في هذا الشكل، وبعدها بنسكر كمان بالخشب بهذا الشكل هون بنسكره، الطرف الثاني كذلك الامر يا شباب، بنسكر هذا بهذا الشكل وبنحط عليهم حبات الزجاج هيك يا شباب بكل سهوله. هلا بنجي للجهه الاماميه اللي هي هون يا شباب، بنبني هون هذول بهذا الشكل هيك هيك، وهذول كمان هون نرفعهم هيك، هون بنحط كمان حبتين زجاج بهذا الشكل يا شباب. هلا بقى بنجي على الجنب يا شباب، انت روح من هون ولاك انعمل ايه دربك. نجي لهون يا شباب شوفوا، بنحد البلوكتين هذول، نرفع 8 بلوكات يا شباب بهذا الشكل، يعني فوق الخشب ببلوكتين يا شباب. هذا رجع شو عامل معك انت؟ المهم يا شباب بنكمل البيت بعد ما رفعنا 8 بلوكات بهذا الشكل. هلا بنجي لهون قبل الخشب ببلوكه وحده كمان بنرفع 8 بلوكات بهذا الشكل وبنوصلهم ببعضهم وبنعبيهم زجاج بهذا الشكل يا شباب، هيك هيك من الداخل طبعا مو من الخارج. والارضيه يا شباب بنكسرها بنحطهم خشب بهذا الشكل ومنكمل زجاج بهذا الشكل. الجهه المقابله بنعملها نفس الشيء تماما يا شباب، من هون 8 بلوكات ومن هون 8 بلوكات. هلا 3 4 5 6 7 8 بنسحبهم لهون وبنوصلهم بهذا الشكل يا شباب، بنحط هي هون. هلا بقى زجاج من هون زجاج من هون هيك هيك زجاج، بننزل بهذا الشكل يا شباب. طيب يا شباب هلا بقى بندخل للنص لهون يا شباب، شوفوا معي شو بنعمل. هون في عندنا بلوك بلوكتين بنعيفهم فاضيات، بنبني هدول هون بلوكتين، وهون كمان بنبني بلوك هيك، وهذا بنعبيه بالزجاج. هلا بقى بنجيب الكونكريت يا شباب، الكونكريت هدول بنوصلهم ببعضهم بهذا الشكل يا شباب، هيك 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 هيك، بنحط بلوكتين هون وبلوكتين هون يا شباب. بعدها بنجيب الكوارتز بقى بنسحب الكوارتز بهذا الشكل
منسكر هاي الطبقات كلها بالكوارتز يا شباب، منكسر كمان حبتين زجاج بنحطهم هون كوارتز عشان يطلع معنا المنظر متناسق من الخارج يا شباب، وهون كمان حبتين كوارتز وهون حبتين كوارتز، وبعدها منجيب الزجاج الاسود يا شباب منسكر عليهم هيك بهذا الشكل. هلا بقى منجي للجهة الأمامية يا شباب، مثل ما لكم شايفين عنا هاي الجهة منكسر هذا الصف اللي بنيناه فوق، أنا هون على الأغلب بنيته غلط يا شباب، نعم منكسر هدول هيك 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 منكسرهم يا شباب. خلينا هلا أول شيء نرجع هذا هيك بهذا الشكل. هلا بقى يا شباب بنبني حبة هون بهذا الشكل، أربع حبات كوارتز، بعدها بنعيد فراغ واحد بنبني ست حبات لفوق يا شباب بهذا الشكل، بعدها بنسحبهم هيك بنعيد بلوكتين والثالثة بنسحبها لتحت يا شباب بهذا الشكل. هلا بقى بنعبي هون المنطقة كلها بالزجاج يا شباب، طبعا أنا مثل ما قلت لكم هذا بينيه هون بالغلط، هذا الصف الخشب كمان بينيه هون بالغلط، وهون كمان بنعبيه كله بالزجاج يا شباب بهذا الشكل، وهيك هلا بنسحبه هون كله بالزجاج هيك 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 هيك، او لا هدول الاربع بلوكات الاخيرات يا شباب ما بنسكرهم بالزجاج لانه راح يكون باب البيت. هلا بقى بنجيب درج الكوارتز يا شباب، لاحظوا معي بنسحب درج كوارتز بهذا الشكل، لازم يكون درج الكوارتز عم ينسحب دائر مدارات البيت بهذا الشكل. وبعد ما سحبنا خط الكوارتز هذا يا شباب درج الكوارتز، بنجي بقى لهون يا شباب بنسحب صف السلابات او الكوارتز بهذا الشكل يا شباب، بنسحبه هيك دائر مدارات البيت بهذا الشكل، ومنسكر طبعا هذا كله منسكره بالكوارتز يا شباب. هلا بقى طبعا بنجيب درج الكوارتز دائر مدارات البيت، نسحب درج الكوارتز بهذا الشكل يا شباب هيك 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 دائر مدارات البيت، وبنجي لهون طبعا بالزاويه يا شباب بنحط هدول هيك بهذا الشكل حبتين، وبعدها بنجيب الزجاج بنسكر هاي المسافات بقى كلياتها بالزجاج يا شباب بهذا الشكل. ومنجي لهي الجهه يا شباب، طبعا انا هي الجهه نسيان حط هون كوارتز، لازم نسحب كوارتز بهذا الشكل يا شباب، وهذا درج الكوارتز لازم كمان نسحبه بهذا الشكل عند الجهة هاي في الضبط، يعني هيك 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 هيك. وهلا بقى منجيب درج الكوارتز يا شباب نعمله هيك، منمدده بلوك لقدام ومنكمل هاي منكسرة منحطه هيك 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 هيك. هلا طبعا بقى منجيب الزجاج يا شباب هيك ثلاث حبات زجاج منجيبه منسحبه صف كامل لهون، هاي منكسرها هاي بنجيبها لهون 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 هيك بهذا الشكل، بنرجع بنسحب زجاج هيك وزجاج من الصف كمان يا شباب، منسكر الصف هذا كله بالزجاج لحد الكونكريت. وهلا بعد ما خلصنا واخذنا هذا الشكل من ورا يا شباب نجي على هاي الجهه، طبعا هون يا شباب هدول بلوكتين لازم نكسرهم نحط هون خشب لانه هون راح يكون الباب يا شباب بهذا الشكل، هون راح يكون باب. هلا بقى منجيب الزجاج منسكر هون كله بالزجاج يا شباب بهذا الشكل، وبعد ما حطينا الزجاج يا شباب منجيب درج الكوارتز منحط صف درج كوارتز هيك بهذا الشكل، ولاحظوا معي اخذنا هذا المنظر. هلا بقى شكل البيت خارجيا يا شباب شبه اكتمل، هلا بقى صفى عنا نبني له الدرج يا شباب، لاحظوا معي هلا كيف بدنا نبني الدرج، الباب بدنا نبنيه طبعا بهذا الشكل، ركزوا معي يا شباب، نحفر اربع حبات هون بنحطهم كوارتز، هون نرتفع اربع بلوكات ارتفاع لفوق يا شباب، بعدها بنجيب السلابه بنحط سلابه تحتها بلوكه، بعدها هون بلوكه يا شباب، وبعدها كمان يا شباب بنجيب سلابه بنحطها هون بنحط تحتها كمان بلوكه، بعدها بنجيب بلوكه لهون، بعدها كمان يا شباب سلابه ببلوكه، وبنسحب واحد اثنين ثلاث بلوكات بهذا الشكل. هاي البلوكه بنكسرها يا شباب وبنحط هون بلوكه، بنكون اخذنا هيك هذا الشكل، بنحط له زجاج بهذا الشكل يا شباب، راح يطلع معنا منظر خرافي. طبعا كمان بنجيب الكوارتز كمان من هون بنسكرهم بالكوارتز بهذا الشكل، وبنجيب كمان زجاج يا شباب بنحط زجاج دائر مدارات المنطقه هاي، راح يطلع كمان معنا الشكل كثير حلو. طيب هلا كمان بنكمل الدرج يا شباب، مثل ما لكم شايفين بنجيب السلابات يا شباب الخشب السلاب، طبعا هون كمان لازم نحط بلوكه ببلوكه، وهون نحط لهم سلابه يا شباب، هاي بلوكه زايده بنكسرها مشان يكونوا على نفس المسار، بنجيب السلابات نحط سلابه هيك سلابه هيك وسلابه هيك بهذا الشكل يا شباب، مثل ما لكم شايفين بالتناسق، يعني لازم يطلع معنا السلاب بهذا الشكل، لازم يطلع معنا درج لبين ما نوصل لهون. طبعا هون يا شباب لانه بده يتناسق مع دخله البيت اخر بلوكتين بنحطهم بهذا الشكل. هلا بقى بنجيب البواب يا شباب، بنحط البواب من جوا بهذا الشكل، بعدها بنجيب السلابات بنسكر هاي المنطقه كلها بالسلابات يا شباب هيك بهذا الشكل لحتى ناخذ منظر البيت هيك. مثل ما لكم شايفين صار معنا دخلة البيت حلوة. هلا بقى شو بنسوي؟ بنحط هون سلابة هون سلابة هون سلابة هون سلابة هون سلابة هون سلابة، مثل ما لكم شايفين اخذنا هذا منظر الدرج. هلا بقى داخل البيت يا شباب ما راح اعمل لكم اياه هلا داخل البيت، راح اتركه بعد نعمله بس نخلص من الخارج، خليني بس احط لكم هون الدرج يعني مشان تعرفوا انتم انه الدرج راح يكون هون مكانه يا شباب. بنحط هون سلابة يا شباب
بهذا الشكل، سلابتين بسلابة او هيك يا شباب، سلابة وهي منشيلة، بيصير معنا هيك احلى درجة يا شباب. طبعا انا هنيك عملته بغير شكل، انتم فيكم تعملوه هيك، فيكم تعملوه بالشكل اللي بدكم اياه. طيب المهم يا شباب خلينا نطلع نكمل الخارج. هلا باب من هون بدنا نعمل نحن المسبح، نحفر 7 بلوكات يا شباب، 1 2 3 4 5 6 7، ومنجيبهم هيك بهذا الشكل ومنحط بلوك بالاخير. هون كذلك الامر يا شباب، 7 بلوكات لحد هون يا شباب، بنسكر كمان بالكوارتز بهذا الشكل ونحط بلوك بالاخير. وهلا بقى بنسحبهم هون بهذا الشكل للنهايه يا شباب، لحد الكوارتز هذا يا شباب. طبعا هدول واقفين هون عم يسدون للطريق مع اني قتلت منهم كثير، بس عم يرجعوا يرسبنوا. هلا كوني الله وكيلكم. المهم روحي انت من هون يا شباب، بنسكر هدول هيك اللي حفرناهم كلهم. طيب هلا كيف بدنا نحط بدنا نحط سور للبيت هيك؟ هذا مو سور، بنجيب السلابات يا شباب، بنحط بس صف واحد من السلابات بهذا الشكل عشان يطلع معنا منظر رائع للبيت، يعني شيء كماليه للمنظر يا شباب. المهم بنحط هيك يا شباب، بعدها بنجي لهون بنحط صف بهذا الشكل هيك لحد الاخير يا شباب من الكوارتز، هي كمان مكسره بنوصلهم ببعض وهيك. هلا بقى هون بنحفر بنساوي المسبح يا شباب، طبعا بنحفر عمقه 3 وبنساوي الجدران كلها كوارتز، وبرجع لكم. ومثل ما لكم شايفين يا شباب صار معنا هون احلى مسبح بهذا الشكل، لاحظوا معي صار هون محل المسبح. طبعا هلا هدول يا شباب بنكسرهم الارضيه هي كلها داخل البيت، ومن الطرف الثاني كمان الارضيه كلها بنكسرها بنحطها من هذا الخشب يا شباب عشان يطلع معنا المنظر متناسق. وطبعا هون يا شباب كمان الارضيه هي كلها بنكسرها بنحطها من الخشب نفسه. طيب يا شباب بعد ما سوينا الارضيه هلا بقى كلها خشب مثل ما لكم شايفين، هلا بقى بيجي وقت زينه البيت. زينه البيت بنحط بهذا الشكل هون سموكرات يا شباب، بهذا الشكل بنحط فوقهم الايتم يا شباب، الايتم هاي بنحط عليها لحمه بهذا الشكل مشان يطلع معنا انه هون محل الشوي يا شباب. بعدها بنجيب درج وحده هيك وحده هيك وحده هيك، هدول بنساويهم بهذا الشكل عشان ينوصلوا ويبين انه هون بركه قدام المسبح. هون يا شباب بنحط بارلات بهذا الشكل، 3 بارلات. هلا بقى بندخل لجوا يا شباب، صار عندنا الشغل كله جوا، بنسكر الباب بهذا الشكل، بنجيب لهون يا شباب مكان للقعده، وحده هيك وحده هيك وحده هيك بهذا الشكل، هي طبعا منكسره يا شباب، بنحط هون كرافتنج تيبل، بنجيب بقى تشيستات يا شباب، تشيست بتشيست بتشيست، او هون يا شباب انا هاي المنطقه كان لازم نسكرها بالخشب يا شباب، خلي اجيب الخشب بهذا الشكل ونسكر المنطقه هاي. طلع عندنا هون تشيستين يا شباب، خلينا نوصلهم ببعض التشيستات ونحط فوقهم بارلات بهذا الشكل، ونحط كرافتنج تيبل وكرافتنج تيبل، او بنحط فرن هون يا شباب. وين الفرن؟ بنجيب الفرن بنحط هون فرن. مثل ما لكم شايفين اخذنا هذا المنظر هون. طبعا هلا بنشمع كمان هون يا شباب، او مو بنشمع، بنحط هون الاضويه هدول هيك بهذا الشكل عشان كمان يصير عنا البيت مضوى. بنحط واحد هون، هذا بنشيله يا شباب، بنحط هلا هي هون بهذا الشكل عشان يطلع معنا هون لوحه كبيره او مثل تلفزيون، او اذا حدا فيكم عنده طريقه تلفزيون يعمل هون شاشه تلفزيون يعملها بالشكل اللي بده اياه. يعني المهم يا شباب والله فينا نحط هون ضوء مشان يضوي المكان. الدرج مثل ما لكم شايفين سويناه بهذا الشكل، هلا هون كمان بنضوي هيك بهذا الشكل هون عشان يتضوى معنا البيت. هاي البلوكتين بنكسرها يا شباب، بنجيب هون سموكر هون سموكر، هون فرن هون فرن، بنحط تشيست بتشيست 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 يا شباب، هون مثل مستودع يعني بنعمله بتشيستات هون بهذا الشكل. هلا بنجيب بقى هذا يا شباب البلاست فيرست، كمان بنحطه هون بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين، او اذا بدكم تعيفوه هيك يا شباب هيك راح يطلع المنظر كمان كثير حلو. بنجي لهون تحت الدرج بنعبيه كله بارل بهذا الشكل يا شباب، وبنحط فوق هدول ضوء بهذا الشكل عشان يضوي معنا الغرفه بشكل نظامي. هلا بقى بنجيب الباب يا شباب، خلينا نحط الابواب هون بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين، فتحنا البواب. هلا بقى كمان بنحط هون بارل يا شباب ببارل، بنجيب التخوته يا شباب، هاي تختين بنحط هون تخت بتخت، بنحط هون شمع يا شباب بهذا الشكل، وبنحط هون مكان ضوء. وبعدها بنجيب التراب دورات بنحطهم حوالي التخت هيك بهذا الشكل، وبنجيب تشيستات بنحط تشيست بتشيست بتشيست، وبنجيب قداحة بنشعل الشمع يا شباب، وهيك بنكون خلصنا غرفة النوم. طبعا انا هون بظن هون منقص شغلة يا شباب، نعم هون لازم انا مثلا يا شباب مثل ما لكم شايفين هون مثلا بنقدر نحط هي هون، ونجيب الارمر ستاند يا شباب، بنحط الارمر ستاند هون، هدول كلهم نرفعهم لفوق يا شباب، نجيب هدول الدروع مشان نلبسهم للارمر ستاند يا شباب عشان يطلع معنا المنظر حلو بالغرفة، لأنه طبعا الارمر ستاند دائما بيعطي منظر حلو للغرفة بهذا الشكل. مثل ما لكم شايفين يا شباب صار معنا غرفة نوم صغيرة وحلوة ورائعة. طيب هلا هيك بنكون خلصنا جميع نواحي البيت، هون عملنا شبه مستودع صغير مع افران يا شباب، هون غرفة نوم، وهون بارلات كمان للتخزين، هون مثل ما قلت لكم بدكم تحطوا باب بدكم ما تحطوا، هون غرفة قاعدة، وهون مدخل البيت يا شباب. هيك بكون خلصت البيت بهذا الشكل، علمتكم كيف تبنوا البيت بأسهل طريقة وأبسط طريقة يا شباب. ف
فلا هون بكون وصلت معكم لنهاية موضوعنا اليوم يا شباب. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وإن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم وإن شاء الله يكون كمان البيت عجبكم طريقة بناءه وطريقة شرح البناء يا شباب. فإذا عجبكم هذا الحكي كله لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.